بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على أنواع المسامير المستخدمة في تجميع عناصر معدنية لمبنى ستيل استراكشر، وعرفنا إن احنا عندنا نوعين من المسامير. النوع الأولاني اللي هو الهاي سترينث بولت، أو المسامير اللي هي مقاومة للشد العالي. وتحت النوع ده من المسامير عرفنا ان في منهم اربع انواع، اللي هو الاستم 325 والاستم 490 والفاستنر 18 52 والفاستنر 22 80. تمام. النهارده هنتكلم على النوع الثاني من الاستراكشرال بولت، الا وهو الكربون ستيل بولت اند ستاد. وفي الحقيقة النوع ده من المسامير ولا هو هاي سترينث بولت ولا هو أي حاجة خالص، بالبلدي كده نوع غلبان، نوع غلبان جدا، ولا بيتحمل شد ولا بيتحمل أي حاجة إذا ما قورن بالهاي سترينث بولت اللي هي الأستم 490 وال 325. وزي ما أنتم شايفين في الصورة معايا، اللي بيغطي النوع اللي هو الكربون ستيل بولت ده اللي هو الأستم 307، أستم 307. وفي الحقيقة المواصفة ادت لنا من النوع ده 3 جريدز. النوع الاولاني من الجريدز اللي استم 307، اللي التنسايل سترينث بتاعته بتبقى 60 كي اس اي، 60 كي اس اي او 414 ميجا باسكال. وزي ما انتم شايفين برضو على الشاشه قدامي هنا، ده مخصص للجنرال ابلكيشن. وتعالوا بقى ناخد قاعده كده ونتفق عليها، ان الاستم 307 ده ما يعتبرش هاي سترينث بولت، ده يعتبر كربون ستيل بولت، ده ما يعتبرش ان هو بيشيل احمال عالية، ده هنقول عليه ده غلبان، هنقول عليه ده مسمار على قد حاله. عشان كده قالك في المواصفة بتاعته الكلمة دي اللي هي الجنرال ابليكيشن. تمام كده، ده الجريد الاولاني. الجريد الثاني اللي هو جريد بي من 300، من المسمار استم 307، قيمه التنسايل سترينث بتاعته بتتراوح من 60 الى 100 كي اس اي، او من 414 الى 690 ميجا باسكال. وفي الحقيقه ده بعيد عن الستيل ستراكشر بتاعنا، لان ده بيستخدم في رباط اللي هي الكاستد فلانش في البايبنج سيستم، وده بعيد عن حديثنا. اما النوع الثالث من الاستم 307 اللي هو جريد سي، ايوه هو النوع اللي بيستخدم في الانكور بولت. لو تفتكروا زمان في الفيديوهات اللي احنا نزلناها، وقلنا ان الماتيريال بتاعه الانكور بولت بتعتمد على الحمل اللي بيشيله الانكور بولت، هل هو خفيف ولا احمال من خفيفة المتوسطة ولا احمال عالية. هو ده بقى ظهر معانا تاني اهوت، النوع جريد سي. تمام. اللي بيستخدم فين بقى؟ اللي بيستخدم في الانكور بولت، اللي هو اللي بيكافئ الاستم 36. طيب التنسايل سترينث بتاعه قد ايه؟ قال لك التنسايل سترينث بتاعه من 58 الى 80 كي اس اي، زي ما انتم شايفين على الشاشه كده معايا اهوت، من 58 الى 80 كي اس اي، او من 400 الى 550. وتعالوا نرجع كده دقيقه من الفيديو ده، وقلنا خلاص احنا اتفقنا ان النوع ده من المسامير بنقول عليه الكربون ستيل بولت، او مسمار ما بيشيلش اي احمال عاليه. تمام. وعشان هو ما بيشيلش احمال عاليه، فقال لك خلاص احنا هنستخدمه في السكندري ممبر، السكندري ممبر او اللي هي الاجزاء الثانويه لمبنى ستيل ستراكشر. تعالوا نستعرض الاجزاء الثانويه دي زي ايه. قال لك اول حاجه مثلا، لو انا عندي بربط رافتر مع برلين، او بربط جمل مع مداد، فمش محتاج هاي سترينث بولت. هعمل بقى ايه؟ ده هو مجرد مداد 3 مللي 4 مللي وقطعه 16 سنتي، فمش محتاج. قال لك خلاص يبقى انا اربطه باستم 307.
النوع التاني من السكندري ممبر اللي معايا اللي هي البريسنج. لو انا عندي بريسنج مثلا زوايا 7 زوايا 8 مش معرضه لاي هاي تنسايل سترينث، لاي تنسايل سترينث عاليه، فمش محتاج هاي سترينث بولت، فبالتالي بربطها باستم 307. النوع التالت اللي هو من السكندري المنت قال لك اللي هي الهاند ريل. لو انا عندي هاند ريل وبطبيعه الحال بربطها على البليت فورم، فطبعا ده هاند ريل ما عليهوش اي احمال، تمام، فبضطر ان انا استخدم الاستم 307. النوع الرابع من السكندري المت اللي انا بستخدمها اللي هي لو انا عندي فخده سلم او عندي ستيل ستيرز وراكب عليها بالبلدي كده، راكب عليها بسطه او راكب عليها درجه سلم، طبعا ما عليهاش اي احمال، ده جاست ان هو راجل بني ادم طالع عليها، فما فيش عليها اي احمال، فبالتالي بستخدم المسمار استم 307. نرجع نقول تاني ان استم 307 ده في اللي هو الكربون ستيل اللي معهوش ما عليهوش احمال عاليه، وطالما معهوش احمال عاليه يبقى انا خلاص عملت ليميتد للدايمتر بتاعته، ودي اللي اوصف بيه اللي هي مواصفه ارامكو اللي هي سعودي ارامكو انجينيرنج ستاندر اللي هي الام 001، واللي تشيك ليست بتاعها اللي هي سعودي ارامكو تشيك ليست اللي هي ام 2010، وقالت لك ان قطر المسمار ده انا هخليه ماكسيمم بتاعي 16 مللي، 16 او تحت، انا مش محتاج ان انا استخدم اكتر من 16 لان زي ما قلنا دي سكندري اليمنت، تمام كده، تمام. تعالوا نشوف الآلة عليه اللي هو ارامكو اهيت. في فقره اي واحد قالت لك اللي هي الفيلد الكونكشن للسكندري استراكشرال ممبر، زي ايه؟ قالت لك البرلين، وده اللي احنا شفناه معانا. قالت لك اللي هي الجيرتس برضو زي البرلين. قالت لك الستير فريمنج اللي هي فخاد السلم، تمام. الستير ثريد نفس القصه، لو انا عندي سلم. الستير بريسنج لو عندي مقصات. التوب ليت، التوب ليت دي اللي هي يا جماعه اللي هي بتربط، لو انا عندي هاند ريل قطع هاند ريل وعايز اربطها ببعضيها، بجيب بليت من تحت الهاند ريل، تمام، وبعمل لها البليت دي بنقول عليها تو بليت اللي انا بربط بيها جزئين هاند ريل، وده نتكلم عليها ان شاء الله لما نشرح مواصفات ارامكو في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هنتكلم عليها بالتفصيل بس مش وقتها حالا. قال لك برضو من ضمن السكندري المت معانا اللي هي الهاند ريل، عندك اللادر اللي هي بمعنى اصح بقى ايه الميسيلينيوس بليت فورم او الميسيلينيوس ورك. قالت لك ايه بقى؟ شال بي بولتد ويز استم 307 زي ما هو واضح في فقره اي واحد، تمام. فقره اي 2 قالت لك برضو نفس الموضوع، ان المسامير عشان هي سكندري المنت، تمام، عشان المسامير دي هتستخدم في السكندري المنت ما عنديش اي احمال عاليه، فانا هستخدم اللي هي المسامير القطر 16 ملي، هستخدم قطر 16 ملي. تعال بقى نروح على فقره اللي هي اي 9، وده اهم ما في الموضوع عندنا. قالت لك ان الاستم 307 ده بيتربط بالسناك تايتنج فقط، السناك تايتنج فقط. يعني ايه سناك تايتنج؟ ده شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت. قال لك يعني انا ولا عايز بريتنشن ولا عايز بري انستوليشن بروسيدير فيريفيكيشن ولا عايز اي حاجه من دي خالص، انا عايز فقط سناك تايتنج فقط، ده اللي هربطه بسناك تايتنج، ولا كاليبريتد رينج ولا اي حاجه، انا هجيب مجرد عامل معاه مفتاح يدوي، تمام، واخليه يخش على المسمار يربطه بايده وخلاص، يبقى انا كده ايه خلصت طريقه الرباط وخلصت الليله بتاعتي بالسناج تايتنج، ولا بقى بري انستليشن ولا بري تنشن ولا اي حاجه خالص. وده اللي اوصت عليه اللي هي مواصفه ارامكو اللي هي رقم سعودي ارامكو ماتيريال سبيسيفيكيشن سيستم 1208، ودي اللي خاصه بالتركيب. وقالت لك في الفقره بتاعها هي زي ما انتم شايفين على الشاشه كده قدام اهوت، الفقره ده هي المواصفه بتاعت ارامكو، قالت لك ان هو سناج تايتنج فقط، تمام. طيب تعالوا نخش على الجزء الثاني من الاستم 307. لو انا عايز فيندور جايب لي المسامير 307 وعايز اشيك على الدايمنشن بتاعها، لو انا عايز اشيك على الدايمنشن زي طول سن الالاوز زي طول الجريب او طول راس المسمار، قال لك عشان ما تعبش نفسي انا اروح على طول اللي هي المواصفه اللي هي رقمها ايه بقى؟ اللي هي ازمي بي 18.2.1، تمام كده؟ دي المواصفه اللي هطلع منها الدايمنشن بتاعت المسمار. وبكده يبقى انا خلصت
المسمار اللي هو الاستم 307. بس هتبقى لي حاجه بسيطه جدا جدا. ايه هي الحاجه؟ في ناس كتير بتسالني ودخلت تسالني قالت لي يا باشمهندس ايه النوع اللي بيعادل الاستم 325 اللي هو الدارج في السوق، اللي هو بقى متعارف علينا، اللي هو الجريد 8.8، اللي هو ال 10.9، ال 4.6، ال 12.9. وده فعلا سؤال في محله، وده ان شاء الله هنجاوب عليه في الفيديو اللي جاي. وهي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف بقى ايه اللي بيقارن الايكوفيلنت لاستم 307 ب، زي ما انتم عارفين الاستم 307 ده نظام امريكي، تمام؟ طب الجريد اللي هي 8.8 و4.6 و10.9 و12.9 ده كله توصيف اوروبي او توصيف بالمتريك. طب ايه اللي بيعادل التوصيف الامريكي بالاوروبي ما يقابله مثلا 307؟ هل هيبقى ايه ما يقابله بالمتريك؟ ده ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. يعني مثلا في زي ما انتم شايفين كده قدامي، ايه المعادل للاستم 307؟ ايه اللي بيكافئه بالتوصيف اللي هو المتريك؟ طب الاستم 490 ايه اللي بيكافئه بالتوصيف المتريك؟ طب الاستم 354 ايه اللي بيكافئه بالتوصيف الاوروبي او بالمتريك؟ الاستم 325 ايه اللي بيكافئه؟ وده السؤال اللي اتسال لي خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله هنجاوب عليه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله مع الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.